مساء الخير على الجميع. تتجدد أمسية جديدة من أمسيات المؤتمر، مؤتمر الثاني لجروب آثار وحضارة مصرية، الكهنة والكهنوت في مصر القديمة حتى نهاية العصر البيزنطي. النهاردة هيكون الموضوع عن كبار كهنة بتاح في منف. وأولا حابين إن احنا قبل ما ندخل على موضوع المعبود ذاته أو كبار الكهنة بتوعه، نتكلم عن المعبود ذاته وأهميته. كبار كهنة المعبود بتاح في مصر القديمة. المعبود ظهر منذ عصر النقادة الثانية حسب ما أثبت في دراسته دكتور أحمد سعيد، رسالة الدكتوراه 1997 تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي رضوان والأستاذ الدكتور هارتفيك ألتنمولر. بتاح دايماً بهيئة آدمية، أصلع الرأس، يرتدي قلنسوة وقلادة ذات ثقل بالخلف، ودائما صولجانه صولجان مركب، ويشير معاه إلى ثلاث عوالم يسيطر عليها، معاه الجد والعنخ والوص. معنى إيه الثلاث رموز دي؟ عنخ إحنا عارفين اللي هي الحياة، أي هو رب الحياة. جد الاستقرار والخلود، أي هو رب الأبدية. والواس هو السلطان، سلطانه باعتباره ملك للأرباب، كما تشير العديد من النصوص إلى مثل هذه المسألة. فهو يسيطر على ثلاث عوالم: عالم ما قبل الخلق، وعالم الخلق والحياة، ثم العالم الأبدية أو العالم الآخر. ظهر على إناء طرخان اللي اكتشفه بيتري، ممثل بهيئته المعتادة واسمه، وأيضا ظهر في العديد من الأسماء الشخصية في فترة عصر ما قبيل الأسرات والعصر الباكر، خاصة الأسرتين الأولى والثانية. أنا تخصصت في موضوع كبار كهنة بتاح والكهنوت منفعة عامة، وده اللي خليني حابب أن أنا أنقل للأمر اللي يلي هذا، وهو تقديري إلى أستاذتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة زكية أبو زادة اللي درستني في كلية الآداب قسم التاريخ في جامعة عين شمس من 94 ل 99، أو عامل الدراسي 95 ل 99. في الفترة دي أعجبت بمدينة منف من اللي كتبته سيادتها في 10 صفحات في كتابها تاريخ مصر وسوريا الكبرى القديم، وقررت ان انا ازود الموضوع وادرس المدينه. من هنا بدات الحكايه ما بيني وما بين منف وما بيني وما بين كبار الكهنه. شجعتني استاذتي بعد ما خلصت بحث سنه تانيه اللي عملته عن منف بعد ما اغرمت في السنه الاولى بالمدينه، قالت لي موضوع صعب، هتحتاج تشتغل على تقارير حفايره بس، وما فيش دراسات غير حفاير بيتري وانتس، ثم رساله الدكتوراه 39 في جوتنبرج، سوري في جوتنجن، اللي عملها احمد بدوي ونشرت في القاهره في الإفاو سنه 48 تحت عنوان منفس als Zweiteland Hauptstadt im Neuen Reich، اي منف كعاصمه ثانيه لمصر في عصر الدوله الحديثه. من هنا انا بتقدم اليها بجزيل العرفان والشكر لدعمها المستمر، مش بس في طوال البحث، ولكن ساعدتني انه انا اكمل واعمل كتاب ربما حتى الآن لم ينشر بخلاف الكتب اللي أنا نشرتها عن المدينة بعد ما أخذت موافقة اللجنة الدائمة ودكتور جاب الله الله يرحمه عن تقارير حفاير. قمت بدراسة منف في رسالة الماجستير تحت عنوان كهنوت منف حتى بدايات العصر البطلمي، تحت إشراف أساتذتي رحمهم الله أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين والأستاذ الدكتور فاروق حافظ القاضي. وعشان كده أنا هنا بقدم تكريم وتخليد للذكرى لذكراهم، هما الاثنين طبعوا في شخصيتي وفي علمي وفي حياتي. أيضا بتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور حسن سعدي والأستاذ الدكتور وزير الآثار السابق دكتور ممدوح الضماطي، وهو كان أستاذي في مرحلة الليسانس والتمهيدي بخلاف أنه يكون مناقش ليا. عودة بعد ما خلصت الرسالة في 2003 رجعت الفصل الخاص بكبار الكهنة، وهو الفصل الخامس.
وجدت انه الكهنه محتاجه يتعمل اعاده تفريغ للمعلومات اللي خدت فصل مقسم من قسمين الف وب في عدد ضخم من الصفحات، وتبقى لسته مختصره ومتاحه باللغه الانجليزيه كتحديث لجميع الليستات في جميع انحاء العالم، خاصه بعد ان احنا اصبح كان عندنا اشكاليه ل اي القوائم صحيح. هل قائمه تشارلز مايستر اللي عملها 48 وطبعت كما هي في دراسته الدكتوراه في كتاب 92 في الاو اي بي، ولا قائمه ديتر فيلدونج في الليكسيكون الايجيبتولوجي اللي هو موسوعه علم المصريات في المجلد الثاني سنه 1977، ولا القائمه اللي في الجزء الثالث من بورتر موس الخاص بالجبانه المنفيه والعالمتين دول وضعوا القائمه فيه. ومن هنا حابب ان انا يعني اوضح انه موضوع ممكن يكون سبق عمله يتم احتوائه في عمل جديد ولكن بمعالجه جديده، وهنكتشف دوا مع الوقت. عوده لبتاح مره اخرى. بتاح له العديد من الاسامي والنعوت. من ضمن اساميه ونعوته اللي خدها هو بتاح الباب العتيق، وهو ايضا سيد العداله، وهو الذي يصغي للدعوات، وهو رب حموه. والحموه هنا محتاجه تفسير لانها الاداه اللي بتستخدم لعمل التماثيل والنحاته والاعمال الاشغال الفنيه اللي كان متميز بيها كبار الكهنه واللي دخلت ضمن اللقب بتاعهم كما هنتكلم بعد قليل. طيب إذن من أشهر الألقاب بتاعه وهو بتاح جميل الوجه أو جميل الطلعة أو نفر حر، اللي أنا بحب إن أنا أترجمه بهي الطلعة أو مليح الوجه. طيب في أسامي تانية ارتبط بألقاب وأسماء عديدة جدا جعلته مندمج مع نون، فأصبح بتاع نون. أيضا هو مثل بمجموعة من المعبودات زي شحوتي، فأصبح شحوتي الناهض مثل بتاح. وهنا إحالة إن بتاح اندمج مع رب منف القديم تاتنن الأرض البارزة. في مقصورة سكر في معبد سيتي الأول بأبيدوس عندنا العديد والعديد من الهيئات أو الألقاب أو الصور اللي تمثل المعبود بتاعها. عندنا خنتي مدفت أو مدفنت، وهي لها العديد من الكتابات والهيئات. أيضا عندنا هيئة بتاح خنت ور، وهنا ور بمعنى العظيم، وكان في صيغة لبتاح قديمة هي بتاح ور اندمج فيها بتاح، ومن هنا أخذ هذا اللقب أو هذا المسمى بتاح خنت ور أو بتاح العظيم فوق القمة كما ترجمه هيرمان يونكر وهيرمان كاس. أيضا عندنا من الألقاب الشهيرة لي وهو خنتي ياوت إف أو إمام إداراته، ويقصد به إداراته الكهنوتية والمعابد الخاصة به. خد العديد أيضا من الأسماء والهيئات مرتبطا بخنتي ثننت، وهي إحالة في الدولة القديمة إلى بتاح تاتنن. أيضا خد مسمى بتاح على رأس تاتنن كل أو تاثنت، ودي كلها أسماء لأجزاء من مدينة إينبحج الجدار الأبيض التي سوف يتغير اسمها لاحقا مع نهاية الأسرة الستة وتصبح من نفر الشائعة حاليا باسم منف في منطقة ميت رهينة البدرشين العياط الجيزة. خد أيضا لقب عمود الجد الجليل أو عمود جد الجليل مثلما هو في برضية سليء الرابعة من عهد رعمسيس الثاني. اذا يبقى احنا عندنا من اهم المصادر اللي بتمدنا معلومات غزيره جدا عن بتاح عبر العصور قائمتين، قائمه معبد سيتي الاول في ابيدوس والمقصور السكر، وايضا برديه سالير الرابعه من عهد رعمسيس الثاني، ثم برديه هرس الكبرى من عهد رعمسيس الثالث رعمسيس الرابع. ايضا كما سلف ذكره بالإضافة إلى أن هو بتاح جد تشيبسس أي بتاح جد الجليل أو جد المبجل، خد الكائن شجرة زيتونته. وهنا لاحقا بيظهر هذا الاسم مرتبط بأحد المعابد تخليد الذكرى
في منطقة 100 رهينة في الشرق في الغرب منها على التماس مع الصحراء والجبانة، وهو موقع عنخ تويب. في هذا الموقع كان في معبد لمنحوتب الثالث اسمه نب معترع غنم بتاح، أي نب معترع، وده اسم منحوتب الثالث المتحد ببتاح. وهناك وجدنا أيضا صورة بتاح الكائن أسفل شجرة زيتونته. العديد من النعوت الأخرى خاصة ببتاح في كل مقاره في مصر العليا والسفلى، بتاح في السماء وعلى الأرض، بتاح في كل معابده وفي كل الأماكن الذي هو فيها. وده بيخلينا نقول إنه بتاح مش بس رب الخلق ورب منف ومعبودها المحلي، ولكن هو أيضا أصبح معبود للدولة وانتشر في العديد من المواقع. أقدر أحلكه على مقالة عملتها عن تمثال رمسيس الثاني في متحف 100 رهينة، وعالجت فيه بتاح وأماكن انتشاره، أو لكتاب من في مدينة الأرباب. ظهرت أيضا صورة لهيئة بتاح الصغير، وهي اللي بتعرف باسم البتاحيون أو أبناء المعبود بتاح، من الدولة الحديثة، وفيها إشارة للهيئة القزمية اللي كانت موجودة على مقابر الدولة القديمة، واللي ذكرها هيرودوت في كتابه الثالث استوريا في الفقرة 37، وتشير إلى أن هؤلاء الهيئات الصغيرة هي قريبة من الباتيكاي الفينيقية أو الكنعانية والكبير الإغريقية، وهي كلها هيئات معاونة في صناعة الحرف والنقر، كانت موجودة في الحضارتين الأخرين. وده بيقربنا من بتاح باعتباره رب الحرف والصناعات وحامي الفنانين والحرفيين، وهو الخالق أي مبدع، وده كما يبدو من اسمه. بتاح أيضا هو قاتل الحياة، أي له صيغة أخرى هي ليها علاقة بالحماية، حماية، ودي ارتبطت بالهيئات بتاح الصغيرة أو الباتيكاي. ثم أيضا اعتبر معبود شمسي، ليس فقط ربا لما قبل الخلق والخلق والأزلية، أي الأزلية والأبدية، عفوا الأزلية والأبدية، ليس هذا فقط وما بينهما عالم البشر، ولكن اعتبر أيضا معبودا شمسيا. ولدينا نصوص تؤكد على ذلك، ذكرت في لوحة شباكة منقولة عن النص الأقدم اللي أكلته القوارض أو الحشرات بعد ما كان في درج بردي في أرشيف معبد بتاع. هذا المعبد الذي كان بمثابة أرشيف للدولة وسجل، سجلت فيه كل الأحداث التاريخية والعلوم، وكانت تحفظ به بالدرجة معها اللي أقيم حجر باليرمو فيه. بنعرف أن أيضا بردية تورين جت من هناك، أيضا لوحة الأنساب الخاصة بالتأريخ اللي جت من سقارة هي لأحد كبار كهنة بتاح وقريبه، اللي أيضا كان كاهن في معبد بتاح ثوندري من عهد رمسيس وقريبه التحموية، وغيرهم من الشخصيات اللي من هذه العيلة الكهنوتية وباح منتر اللي كانوا بينتموا لكهنوت بتاح الأعلى بشكل أو بآخر. إذن كانت المعابد وبتاح أرشيف للتاريخ وللعلوم. ليس أدل على ذلك من أن مانيتون بيذكر أن تاريخه نقله بعدما اطلع على المادة الخام اللي في الأرشيف بتاع معابد بتاح. إذن حتى كتاب التاريخ لمانيتون هو مأخوذ من أرشيف المعبد، المعبد الخاص ببتاح اللي كان سدنته كبار الكهنة موضوع النهاردة. من ضمن النصوص اللي بتأكد كونه معبود شمسي في لوحة شباكة وفي غيرها من النصوص، وهي بتاح قرص شمس السماء مضيء الأرضين بلهيب عينيه، هو ضياء أو شمس النهار وأسد ليله. هو أيضا الكائن جنوبي جداره، وده أهم لقب لأنه بيحدد موقعه من مدينة منف في موقعها القديم أيام إينب حج وقت التأسيس، سيد العزوبة والحياة والتجدد إلى آخره من الألقاب الأخرى. بتاح رب الحياة، هو الإله العظيم أو المعبود العظيم الذي أتى إلى الوجود منذ الأزل، هو أبو الآباء وجوهر القوى أو جوهر الجواهر، وهو أبو البدايات، خالق بيضة الشمس والقمر، هو
رب العدالة ملك الأرضين ذو الوجه الجميل في طيبة، أي عبد أيضا في طيبة، وهو الخالق صورته بذاته البارئ جسده. طبعا النصوص عديدة جدا، استمر بتاح حتى العصر الروماني بامتياز. آخر كبير كهنة بنجده في العام من العام السابع من عهد الإمبراطور أوكتافيوس أوغسطس. طيب بعد هذه المقدمة الخاصة بابتاح ومعبده، نتكلم عن إحنا تكريما لهؤلاء العلماء أهدي هذه المحاضرة. أساتذتي الأزير عبد الحليم نور الدين والأزير فاروق القاضي، أيضا للأزيرة مي تراد رحمها الله، كانت أمينة في المتحف المصري وكثيرا ما أمدت بيد العون بمعلومات وسجلات، ثم كانت تقول معايا قاعات المتحف وبدرومه اللي جمعت منها كم هائل من الآثار الخاصة بالموضوع. الكلام ده كان من سنة 2000 ل 2003. التساؤلات اللي حابب أطرحها النهاردة، ما هي الألقاب الدالة على كبار الكهنة؟ هل إحنا عندنا لقب واحد وثابت؟ نعم، منذ البداية لدينا لقب هو وير خربو حموت، أي عظيم خرب، جمعها خربو يعني رئيس رؤساء، ثم حمول هي أو أداة حمت، أداة النحت اللي بنشوف أثرها في تمثال خعفرع اللي موجود في المتحف المصري، واللي البعض المشيرين للأسف بيقولوا إن دي علامة راع، فكيف أن يكون راع يطأ الملك بقدميه؟ فطبعا ده معلومة خاطئة، ولكن الأداة دي اللي عبارة عن مثقاب وليه ثقل من أعلى، جت منها اسم الحرفيين اللي هم بيستخدموا الأداة، فحموت هي الحرفيين مستخدمي الأداة حمت، فور خربو حموت أي عظيم رؤساء الحرفيين. وليه رؤساء؟ ليه في صيغة جمع؟ لأنه الحرف هي أكتر من حرفة، وكل حرفة لها ريس، زي بالظبط النقابات دلوقتي عندنا في مفهومنا المعاصر، وكل نقابة لها نقيب، إذا بيجمع كل دول هو الور العظيم. وده ليه؟ لأنه نشأة اللقب كانت نشأة مدنية قبل أن تكون نشأة كهنوتية، أي في البداية كان من ارتبطوا بهذا اللقب حرفيين من كل أنواع الحرف، ثم أخذ الأمر أن يتطور، وبما أنه بتاعه هو رب الخلق والخالق المبدع، إذن فهو راعي الحرف والحرفيين، وضع الحرفيين بأجمعهم تحت رعايته وتحت مظلته، ومن هنا أصبح هذا اللقب هو اللي بيشير إلى كبير الكهنة. لكن اللقب ده منذ أن ظهر هو لصيق بلقب آخر، هو سم. سم إحنا بنعرف إن هو لقب للمعبود سكر، وهو أيضا لقب للكاهن اللي بيقوم بطقس فتح الفم، وهو أيضا لقب لإنيبو في الفترة الباكرة جدا، خاصة من الآثار اللي جت من منطقة تورا. إذن سم له العديد من التجليات والخصائص، ولكن منذ أن اندمج إنيبو وسكر وتاتينن في بتاح من فترة فجر التاريخ، أصبح لدينا اللقب مركب سم ور خرب حمود، أي الكاهن سم عظيم رؤساء الحرفيين. طيب إحنا بنعرف إن اللقب كان مزدوج منذ أن ظهر، وخاصة زي ما بتجيب لنا النصوص في عهد من كورع، إلى أن تم فصل هذا اللقب تماما في الأسرة الستة بالإصلاح اللي قام به الملك تيتي. طيب لو حابين نتكلم عن هذا التطور وزمن ظهور اللقب الأساسي، هنقول إنه هذا اللقب أول ظهور ليه كانت الأسرة الثانية، لقب سم ور خرب حموت. طبعا اللي حابب يستزيد يقدر يرجع عليه رسالتي كهنوت منف، موجوده في اكثر من مكان، كليه الاداب عين شمس، وفي مهدى نسخ منها في كليه الاثار جامعه القاهره ومكتبتها المركزيه، وفي مكتبه المتحف المصري والمركز الامريكي للبحوث، وايضا مكتبه الاسكندريه. في الفصل الخامس الف اللي حابب يرجع للقب وكل ترجماته،
هيلاقيها ابتداء من صفحة 165. ده سبقته بدراسة عن فكرة هل في ألقاب تدل على الكهنوت الأعلى بشكل عام ولا لا. بعض الكهنوت له سمات خاصة بألقاب مميزة ليه، وفي البعض اللي بياخد لقب الكاهن الأول أو المشرف على الكهنة إلى آخره. كان عندنا بتاع وكهنته مرتبطين بالحرف، عشان كده كان عظيم رؤساء الحرفيين هو اللقب اللي بيدل على كبر الكهنة. زي ما في كل المعبودات الشمسية هنلاقي لقب عظيم الرأيين أو عظيم الراصدين ورمأو. يبقى دايما في النشأة كانت النشأة مدنية وتحولت إلى عسكرية مع المعبودات الكبرى، سواء رع والمعبودات الشمسية أو بتاح، أو حتى مع ويرديو عظيم الخمسة مع جحوتي، أو بعض المعبودات الأخرى اللي ذكرتها في المقدمة، مقدمة الفصل. بنرى من نهاية الأسرة الثانية اللقب معانا مع شخص هنشوفه في العرض كمان شوية، ولكن أنا حابب دلوقتي أسأل، اللقب ليه كان مزدوج؟ لأنه عندنا العديد من المجموعات الحرفية هما بيدمجوا الحرف مع منصبهم الكهنوتي، فكان يتبادل كبار الكهنة الاثنين هذا الدور إلى أن جاء المرسوم والتحديد اللي في الأسرة الستة، وفصل ما بين فكرة إن يكون في ازدواجية ووحد المنصبين بكل المهام مع بعض. وده نقدر نشوفه مع سابو ثيتي في الأسرة الستة. طيب، هل كبار كهنة بتاح ولا كبار كهنة منف زي ما شائع في أغلبية الدراسات، ولا كبار كهنة بتاع منف؟ طيب، خلينا نقول إن مقالة الليكسيكون دي جبت الجي بتقول هي وبورتر موس كبار كهنة منف، هاي بريست اوف منفس او هور بريست بريستر فون منفس. طيب، اما ديتر فيلدونج او بورتر موس ذكروا الكلام ده، استندوا انه المكان الاساسي هو منف، بس هل الكلام ده صحيح؟ انا برى ان هو غير دقيق، هو صحيح ولكن غير دقيق، لا يمثل كل الحالات. طيب، هل هو كبار كهنه بتاح منف زي ما ذكرت في الاقتراح الثالث؟ برضو لا، لانه لدينا كبار كهنه لبتاح في مواقع اخرى اللي هي اماكن الانتشار الخاصه ببتاح، ومن ضمنها معبد بتاح اللي موجود في الكرنك. إذن لا يمكن ايضا ان احنا نقول كبار كهنه بتاح منف الا اذا كنا نقصد فقط مجموعه كبار الكهنه اللي في العاصمه القديمه منف. لكن لو هنتكلم اجمالا عن كبار كهنه بتاح، يبقى هنضم اليهم ايضا كبار الكهنه اللي موجودين في الكرنك. طيب، مين دول والادوار اللي مارسوها؟ خلينا نقول على مين دول انه في ثلاث قوائم قديمه وقائمتي الرابعه الموجوده في الرساله، واللي طورتها في ابجديات في النشر اللي انا وضحته لحضراتكم منذ قليل في الشريحه السابقه. لو شفنا هنلاقي ان احنا نشرت A New List of High Priests of بتاح at Memphis على جزئين في العدد الثالث والرابع من ابجديات 2008-2009، والقائمه هنعرف دلوقتي هي عدد اللي فيها كام شخصيه. طيب، اخر حاجه هقفل بيها، ايه الادوار اللي مرسوها على كافه الاصعده؟ ويا رب الوقت يتاح النهارده في هذا الامر عشان ما اطولش على حضراتكم. يبقى حمل كبار كهنه بتاح في منف لقب حرفي هو وير خرب حموت، عظيم رؤساء الحرفيين. من الملفت للنظر ان المصادر الاثريه سجلت ايضا استخدام المصريين للقب كاسم لبعض الذكور في الاسرتين ال 18 وال 19. حابب بدايه ان انا اقول تميز كبار الكهنه بحاجتين، قلاده او صدريه، الادق ان انا اقول صدريه ساح، ثم ارتدائهم لجلد الفهد شيت الصياد الجي بارد. وذكرنا ان كل المعلومات الموجوده في الكتب بعد ما دكتور ابراهيم شكله حدد الفروق ما بين الفهد والفهد شيت الصياد والنمر وغيرها، البوما والجاجوال والليوبارد وغيرها والجي بارد، اكتشفنا انه اللي بنتكلم عليه هو فقط الجي بارد، وان معلوماتنا انه نقول فهد ونسكت معلومات غير دقيقه بالمره لسمات خاصه جدا
وهي القناتين الدمعيتين اللي من العيون وبطول الأنف، ثم الأظافر دائمة التحفز لأنه المكمن بتاعها مسدود بالشحم، ثم الديل اللي عليه مجموعة من الحلقات بخلاف بقية أنواع الفصيلة السنورية، ثم أيضا لون العينين اللي مختلف عن بقية الأنواع اللي من نفس الفصيلة. لعبوا كبار الكهنة بتاع سواء في مدينتهم أو في كل ربوع مصر العديد من الأدوار، بل اندمجوا في مجالات بخلاف الديني، سياسي، حضاري وثقافي، اجتماعي واقتصادي، وأيضا قضائي وعسكري. هعرض لكم النهاردة أحدث قائمة وصلت إليها، وهي تمتد، أنا هكتفي فقط بالفترة الممتدة من نهاية الأسرة الثانية لغاية الأسرة الثلاثين. وحابب إن أنا أقول لكم، لو ابتدينا بأقدم قائمة قام بيها تشارلز ماستر في الدكتوراه المعنونة كبار كهنة بتحمل سنة 48، واللي نشرت في الأو بي أو 113 92 كما هي دون أي إضافة أو تعديل، ذكر 52 شخصية في الفترة موضوع أمسية الليلة، بالإضافة لعشرة من العصر البطلمي وواحد من العصر الروماني. تليها في الترتيب الزمني ديتر فيلدونج مقالة صغيرة في الليكسيكون الجزء الثاني سنة 77، أورد فيها 83 كبير كهنة في نفس الفترة. يبقى احنا عندنا 52 يليها 83. أنا براعي الترتيب الزمني مش المعرفة بتاعتنا، لأن معرفتنا على طول كانت بتروح على مقالة ليكسيكون لضخامتها، ضخامة عدد الشخصيات وليس ضخامة الحجم. ثم أضاف ديتر فيلدونج 13 شخصية في العصرين اليوناني والروماني بالإضافة إلى 13. أنا مش هتكلم عن الفترة اليونانية والرومانية، أنا كل فترتي من 2 ل 30، الأسرة الثانية للأسرة الثلاثين. قائمة بورتاموس سنة 1981 في آخر قسم من أقسام الجزء الثالث الخاص بالجبانة المنفية الصادر 81، أشاروا في لستة إلى 46 شخصية. وبالمناسبة القائمة غير مرقمة عند أي من تشارلز مايستر أو بورتاموس، فقط ديتر فيلدونج هو اللي مرقم شخصياته، ولكن بقية القوائم أنا اللي قمت بعملية حصرها من قلب المادة المعطاة فيها. والإضافة لل 46 عندنا 3 في مجهولين و7 في العصر البطلمي فقط، ولم تذكر أي معلومات عن العصر الروماني. طيب إذن 52 83 46. أنا بعد ما طلعت على رسالة مايستر وحللت أثرها مع المادة الأثرية اللي أنا جبتها من المتحف المصري وفقت إليها مع الموجودة في مراجع عديدة أخرى، وجدت أن مايستر وقع في أزمة دمج بعض الشخصيات في شخص واحد، ثم أيضا تفريق شخص واحد على عدة شخصيات. يعني عنده الموضوع من الناحيتين، يا إما يجمع ما يجب تفريقه أو يفرق ما يجب تجميعه، وده من خلال الأسامي والأب والأم والألقاب ومين قبل مين والعهود إلى آخره، ثم دراسة تتابع السيرة الذاتية وأي الألقاب يسبق الآخر، هل هي سيرة تصاعدية ولا سيرة تنازلية في الألقاب بتاعتها، وسمات كل عصر فيما يخص طبيعة كتابة السيرة. إذن كانت النتيجة اللي نشرتها بالإنجليزية في أبجديات 2008-2009 104 زائد سين. ليه بقول زائد سين؟ لأنه عندي شخصيات ما زلت أشك في مكانها ومدى ارتباطها الفعلي باللقب، وهل هي مطابقة لبعض الشخصيات اسمها يحتوي جزء من الاسم الآخر ولا لأ. فعشان كده 104 مؤكدين وسين العدد قابل للزيادة. وتفضلت الأستاذة سارة من شغلها على ديلون جونز إنها تجيب لنا شخصية لم أقم بدراستها، أو بمعنى أدق لم أقم بتأكيد انتمائها لكبار الكهنة من عدم لندرة المادة المتاحة. الدراسة اعتمادا على كل الآثار المتاحة لكل شخص منهم مع قوائم الأنساب وصلت ل 104 أو يزيد من الأسرة الثانية للأسرة الثلاثين. حاولت أن أحطهم في ترتيب زمني جديد
اكثر منطقيه، اكثر ملائمه لواقع الحفاير والدراسات الحديثه. وبالتالي وجدت انه عندي العديد من حملوا نفس الاسم، وحصل نوع من اللبس عند جميع القوائم الثلاثه السابقه عليا، انهم كانوا احيانا يفرقوا ويدمجوا. عندنا اكثر من بتاع شيبسس، احنا عندنا 7 بتاع شيبسس، عندنا سابو تقريبا لو ذاكرتي لم تخني 4 او اكثر، بتاع مس 7، سنفر 2، حريق 4 او 5، خعيم واسط حوالي برضو 5. اذا الاجمالي ان احنا عندنا شخصيات لم تكن معروفه سابقا. وسبقت المقالتين دول بمقاله في 2007 باكتشاف شخصيه جديده من قصاصه او يعني شظيه صغيره جدا مسجله في سجل الحفائر بمنطقه ميت رهينه، لواحد اسمه حاتياي لم يكن مؤرخا وغير معروف تحديدا الطبقه والاطار الاثري اللي عثر فيه على القطعه. وبالتالي اخذت ابحث عن العمودين المتبقين من الكتابه واقراهم واشوف جميع الشخصيات اللي حملت الاسم واي فتره زمنيه الى ان استقريت لتاريخه في موضع معين. طيب اللي بيميزهم الصدريه ساح، وليه ما قلتش قلاده زي ما البعض؟ لان القلاده هي تلتصق بالرقبه تحديدا، ولكن دي تغطي الصدر بالكامل. في حيوان مميز جدا فيها شكل الواس ودراعين ثم قوس الشمس ومجموعه من السلاسل اللي بتربط بقيه القلاده وهي بشكل زجزاجي، وكتابتها الشكل الكامله بهذا الشكل وهي تشير الى النباله النبل. ده المعنى. حصر لجميع الهيئات اللي اتواجدت فيها الفاريشنز المختلفه، واللي احيانا كانت بتعلق فيها دلايات وبتبقى اكثر تعقيدا عند البعض، زي عند خاع با وسكر ثالث كبار الكهنه، او بسيطه جدا وتكتفي فقط بالزجزاج دون الحيوان عند رع نفر، وده كان رقم 7 في القائمه، او عند سابو الرابع اللي هو سيتي رقم 15، الزجزاج وطوق مع الحيوان رافع ايديه دون الحلقات الاخرى ودون التعقيد اللي موجوده فيها، او تغطى بجزء من الجيبارد جلد الفهد وضفاير زي ما عند الشخصيه 37 اللي بتحمس الثاني. وايضا بنجد مدى التعقد والاشكال اللي فيها ليس فقط عند بتحمس الثاني، عندنا عند شخصيه مجهوله من الدوله الوسطى رقم 32 اسمه مفقود، بتاخد هيئات مع حريق الرابع، بتاخد هيئات برضو مميزة مع الحيوان، يعني عندنا بالذات 37 والأنون اللي هو دولة خارج الترقيم تماما الهيئات دي، ولكن ربما يكونوا بينتموا لنفس الشخص اللي من الدولة الوسطى المرقم 32. إذن عندنا هيئة الجيبارد أو الفهد شيتا الصياد موجودة عند البعض، بيبان لنا بعض كبار كهنة بالخصلة الجانبية، خصلة الشعر الجانبية، وهي أيضا سمة مميزة ليهم زي ما بتاح مس أو بتاح إمحات، أنا آسف هنا بتاح إمحات المدعو تي